لأنه فما إمكانية أنه نسجلوا انخفاض وإلا تراجع في أسعار لحوم الدواجن في تونس بعد الفترة اللي شهدناها المدة الأخيرة وتشكيات المواطنين من ارتفاع الأسعار والنقص الحاصل في المادة هذه في لحوم الدواجن اللحوم البيضاء. معنا بالتليفون سي صلاح التومي عضو بالجامعة الوطنية للدواجن، مرحبا بك على موجة الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا لك سي صالح لقبولك التدخل معنا. يحضر معي في استوديو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي صالح. اهلا وسهلا، مرحبا بك. سي صالح، اليوم استفهامات المواطنين والانظار الكل تتجه اليوم في علاقه بموضوع اللحوم البيضاء، فما امكانيه ان نحكيوا على تراجع الاسعار خاصه بعد الزياده المشتته اللي شهدناها في المده الاخيره؟ أكيد، معناتها الرجوع بتاع الأسعار والتراجع متاعها إن شاء الله في المدة القريبة القادمة، نحكيو على الجمعة 10 أيام، معناتها الأمور تاخذ التراجع لأنه الارتفاع عليه عنده أسباب نتاعه، وقت اللي معناتها الأسباب هذه تزول أكيد معناتها الأمور باش ترجع للمجاري. لازم نفهموا علاش نحن وصلنا للمستويات هذه، هي نتيجة قلة العرض. العرض هو اللي معناتها ما نحبش نقول الطلب زاد، لأنه الطلب احنا في موسم صيفي معناتها واحد طبيعي، يعني انه معناتها فما طلب ارتفع في الفصل هذا في شهر اوت بالاخص، معناتها الطلب يرتفع على اللحوم البيضاء، لكن وقت اللي العرض ما يتجاوبش مع الطلب النتيجه تكون ارتفاع نتاع يمكن المره هذه كانت معناتها يعني قويه برشا معناتها العمليه، لانه العرض كان معناتها المستوى تاع العرض كان طايح برشا وعنده اسباب. نحبوا نبينوا احنا الراي العام ان الاسباب هذه هي ظرفيه وستزول. نقول معناتها ونأكد مليح اللي الظروف هذه رانا خدمنا في شهر جويليه واوت معناتها في مناخ في حراره غير مسبوقه، وهذا يلزم المستهلك ويلزم القيل معناتها يفهموا اللي عنده تاثير مباشر على مستويات الانتاج. احنا الدجاجه راهي في الاخر معناتها كائن يتنفس، يتاثر معناتها بالصحراء ويتاثر معناتها بالمناخ وبالرطوبه وغيره، النتيجه انه تولي فما نسبه نتاع نمو تطيح برشا. معناتها نقول انا الدجاجه في بلاصه مش تاخذ 35 يوم معناتها كعمر باش تمشي للذبح وللسوق، تاخذ 45 يوم وتاخذ 50 يوم. معناتها النسبه نتاع النمو تطيح، المردوديه نتاعها تطيح، الاموات يكثر شويه اموات نتيجه السخانه. هذوما المؤشرات هذوما كيف يتلموا مع بعضهم اكيد شيء ياثروا على مستوى العرض ومستوى الانتاج، وبطبيعه الحال الوقت اللي يطيح العرض ويطيح مستوى الانتاج باش تلقى فما نظره شويه في السوق وترتفع فيها الاسعار. لكن لا نحب نقول حاجه معناتها ولا راو المنتوج هذا ما انقطعش من الاسواق، ما انقطعش غلاف صحيح، لكن العرض موجود والانتاج موجود. وبارك الله نحن كنا نعيشوا في تونس في منطقه البندردان ما سمعناش نهار قالوا ما انت فما البرودوي هذا مفقود، ما فهمش موجود مش للاسباب اللي ذكرت. اما الوجه والتزويد والتوفر على مستوى السوق راهو موجود، وهذا راهو يعتبر معناتها حاجه لازم نذكروها هذا حتى كان ما فماش انقطاع وما فماش نقص، ولكن موجود ولكن باسوام غاليه برشا. مش معاك، انا عطيتك الاسباب اللي خلات الاسعار ترتفع. انا قلت وقت اللي يبدا العرض بعيد على الطلب النتيجه طبيعيه، راهو برودوي مش معناتها قليل باش تلقى الاسعار نتاعو، لانه المنتوج هذا لا يقع احتكار ولا يتخبى لا في الديار ولا صحيح ثم التبريد وثم الفريجوات وثم معناتها يتعب، لكن راهو اللي نحب نقولوا اللي معناتها المنشات هذه نتاع المخازن ومخازن التبريد ودود تاع التبريد خاصه في منتجات الدواجن راهي تحت رقابه صارمه من وزاره التجاره وتعرفهم معناتها ما يعني واحد واحد تعرفهم الناس اللي عندهم هذوما الامكانيات تاع التبريد تاع الخزن تعرفهم وراهم تحت الرقابه وزوروهم وشوفوهم وناكدوا لك اللي ما عندناش احتكار باش نحيوا سيفه الاحتكار على الانتاج هذا. الانتاج القله بتاعه الاسباب اللي كنت نذكر فيها وانا راني قديم في القطاع وعايشناها معناتها كل شيء، لكن المره هذه اللي غالب غابت علينا المخزونات التعديليه ما كانتش موجوده واللي كانت ممكن تعدل السوق وما تخليش الاسعار تلتهب بالدرجه دي، المره دي لعده ظروف وظروف استثنائيه في البلاد ما وقعش انجاز المخزونات هذه، واللي معناتها ان شاء الله العمليه هذه ما تكررش ان شاء الله في المستقبل، معناتها نكونوا عندنا المخزونات نتاعنا في المنتجات تاع اللحوم البيضاء وما تصيرش معناتها حاجات كيما هكا. والاكيد والمؤكد ونحب نزيد ناكد اللي الايامات القادمه
سوف يشهد الثمن نتاع اللحوم البيضاء تراجع وسيلاحظه المستهلك، ومن شاء الله معناتها ما عادش تعاود لنا حاجات كيما هكا. انا نطمن نقول الانتاج راهو جاي، هذا الحاجه اللي انا في الميدان وفي معناتها ونعرف شنو اللي جاي قدام. ناكد لكم قالي ايامات اخرى ان شاء الله بحلال باش تنفرج الامور وباش ترجع الاسعار للمستويات نتاعها، باش يلقى المستهلك المنتوج هذا اللي هو الحاجه اللي نجم يقدر عليها واللي هي في المتناول نتاعه بحول الله ان شاء الله. سي صالح، مش اول مره احنا يجينا صيف حار، يعني سبق وجونا سنوات يعني متعدس الصيف حار، لكن في المقابل ما كانش ارتفاع بهذا الشكل، لانه ولا اظن انه ثم ارتفاع كبير في التكلفه. صحيح ثم موت يعني نتيجه ربما الحراره او انقطاع التيار الكهربائي او غيره، تراش انه جاء الوقت زاد توا انه المربين ياخذوا احتياطاتهم، وانه تكون البناءات والبنايات اللي يقع تربيه الدواجن فيها تكون ما تاثرش فيها الحراره، وهكا نبعدوا على حكايه هذه جات السخانه يطلع سوم الاسكالوب ب 17000. يعني راهو هذايا زاد في حد ذاته يعطي انه عدم مهنيه محترفي هذا المجال. سامحني معناتها لما انت مشيت الموضوع اخر نتاع، انا اكد لك اللي عنده دجاج معناتها في المستوى ومؤهله وعنده الوسائل نتاع معناتها باش تعد انتاج لك. انا حبيت نقول دونك حكايه السخانه تولي معاش ما تروحش. سي صالح، الو سي صالح تسمع فينا؟ سي صالح ما نعرفش مازال معنا بالتليفون والا لا، تليفون يظهر لي تقص سي حمادي، نحاولوا نعاودوا نتصلوا به. دونك ارتفاع الحراره يقول هو اشكال ظرفي، خلينا نحكيوا اليوم على ارتفاع في اسعار اللحوم البيضاء، يقول انه الاشكال هذايا باش نتجاوزوه باش نحكيوا على انخفاض. هاني طلبت انا يا خويا البنايات اللي نبنيو فيهم يوليو يقاوموا الحراره وثم التقنيات وبالتالي ما عادش تولي اثر. نتفاوى هالاشكاليه. قال هو انه البنايات نتاعنا مؤهله، وبالتالي تصبح الاسباب اللي كتقول لي بنايه مؤهله واثرت في الحراره نولي انا ما نقبلهاش برشا معناها. باهي سي حمادي، احنا اليوم حبينا نحكيو على فما امكانيه لانخفاض اسعار اللحوم البيضاء ولا يطمن سي صالح التومي عضو الجامعه الوطنيه للدواجن، يقول انه فما امكانيه انه نحكيو في قادم الايام على التراجع في اسعار اللحوم البيضاء. ما نعرفش رجع معنا بالتليفون والا لا، عاودنا كلمناه. نرجع لك سي حمادي في النقطة هذه متاع تراجع الأسعار وارتفاع الأسعار اللي هو سيف سناك هاو، ما كانش هو السيف هذا بركة اللي شهدنا فيه معناتها موجة من ارتفاع الحرارة. سيف عمليه وزادة كان كيف كيف شهدنا موجة من ارتفاع الحرارة، ما زادة ما سجلناش في المقابل ارتفاع كما هذا النسق الجنوني متاع ارتفاع الأسعار. شوف يقع نقص في التكميات ممكن، أما أنه يقفز يعني السعر مرتين هذه كان المشكلة. تقول لي الحلول، يعني عادة أنا الحل عندي هو أنه نقاطع هذه يعني حاجة ارتفاع سومها أكثر من المعقول أنها تزيد دينار ولا اثنين نتيجة أنه تطور الأسعار وغيره، هذا مقبول أو تطور كلفة الإنتاج، أما أنه يصبح السعر يعني مرتفع يعني مرتين، الحل هو المقاطعة، لأنه المقاطعة تخلي أنه هذه السلع تبقى في مكانها وتصبح الكميات كافية أنه يزودوا بها الناس الكل. المواطنين صحيح مش الناس الكل عندهم الـ يقبلوا فكرة المقاطعة، ما زالت يعني الشعب التونسي نحبوا الاستهلاك احنا، وحتى يبدأ غالي تلقانا نضمروا لكن نشريوا. هنا دور المجتمع المدني أنه راهو أنا ما نحبش نحكي على سياسة المؤامرة، وما نحبش نحكي بموضوع أنه هذو من ناس احتكاريين ولا غيره، التهم هذه الكل نقول فقط ثم أسعار مرتفعة، أنا أقاطع هذه المادة، أبحث عن حوايج أخرين اللي هي ممكن تعوض لي الدجاج، ونتعودوا إحنا في نظامنا الغذائي نعملوا أكثر من بدائل، وراه وقت الأزمات يلزم يكون عندنا حلول اخرى، يلزمنا نلقاو ديما الحلول. ماضي ساعة و39 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ريكاب ميديا. ما قبل ما نمشيو للديفير نيوز نخليكم مع جورج وصوف قرحونا.